عز الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها بلدنا، ناس كتير بتشوف إننا بعزقنا فلوس كتير قوي عشان المشاريع ما استفدناش منها أي حاجة، قرض ورا قرض، وفي النهاية كل مرة بنضطر نعوم الجنيه وساعات بنعمل له دايفنج ونرفع الدعم عشان نسدد اللي علينا. طب أمال فين الفلوس اللي جت من المشاريع يا جماعة؟ ما هو الطبيعي يعني لما أي حد في الدنيا بيستلف فلوس عشان يعمل بيها مشروع بيعمل حساب انه مشروعه يسدد القرض ده ويجيب له مكسب فوقيه. لا مؤاخذه يا اسطى، ما تزعلش مني، انت واللي زيك مش عايزين تشوفوا ثلاث ارباع الكوبايه المليان. المشاريع في كل حته ما شاء الله، اشهر من نار على العالم وبتكسب وزي الفل. يا ريت يا صاحبي، هو نكره بس بالعقل كده. انت لما تكون بتكسب والاشياء معدن، ليه كل شويه بتبيع حاجه من عندك؟ ليه مش بتبطل تسحب قروض من هنا ومن هناك وكل يوم والتاني ضرائب جديدة لحد ما صعبنا على أحمد موسى شخصيا؟ ولا معرفتش؟ أنا عندي مشكلة فأعمل إيه؟ أسهل حاجة المواطن، ما عنديش حاجة أخرى؟ هل ده كله في العالم؟ هل في العالم لما يبقى مزنوق يلجأ للمواطن؟ جيب المواطن، ابحث عن جيب المواطن، روح لجيب المواطن، هات منه ناخد منه. إزاي؟ ازاي المواطن هو وسيلة النهاردة عشان أسدد